الدنيا دوارة، وما تفعله اليوم سيعود عليك غدا. إذا ظلمت سيأتي من يذيقك عذاب ظلمك، وإذا جرحت أحدا سوف تجرح بطريقة أصعب من التي جرحت بها غيرك. فلا تفعل ما لا تريده أن يعود عليك. أحبب بلا نفاق ليحبونك بصدق، ولا تطلب من غيرك ما لا تفعله أنت، ولا تعطي نصائحا لن تستطيع تطبيقها على نفسك. فيا أسفاه لكل من عتب وخان واستهان بمشاعر إنسان، وكأنه لا يعلم أنه بهذا الكون كما تدين تدان. السلام عليكم.